عليكم ورحمه الله، مهندسين الاعزاء، ان شاء الله اليوم راح نكون عندنا بهاي المحاضره هي كيفيه تنصيب برنامج الارك جي اس 10.5. اول مرحله طبعا اول شيء عندنا هذا الرابط اللي راح اخليكم اياه صندوق الوصف، ممكن تنصبوا البرنامج من عنده او تقدر تستخدم اي نسخه عندك، فتقريبا راح تكون طريقه التنصيب كلها مشابهه. هاي الشغلة. الشغلة الثانية نبدأ بالمرحلة الأولى اللي قبل التنصيب. احنا عندنا أول شيء لازم نطفي الإنترنت، ثانيا أي شيء عندك ضمن السكيورتي أيضا تضوي، يعني مثلا هنا عندك ويندوز سكيورتي، أول شيء راح أطفي أي شيء عندي منه، راح أجي من المانج طفي عندنا أي حمايات، راح تكون كلها أوف بالوقت الحالي. اي حمايات لغيتها، لانه البرامج اللي تكون بهالصيغة اذا ما تكون الاصلية فراح تكون يعتبرها الحاسب تعتبرها انه كفيروس، فيبدي من ايكون التنصيب هاي اقول نيكست. انا سابقا منصب هاي فاقدر اقول له اوفر رايت او اقول له نو سكيب ات. ف بما انه كنت منصبه يعني بدايته بالبدايه، فحاليا راح اقول لك كلوز، ورا ما اقول لك كلوز راح يبدي يعني اول شيء يخرج الملفات، بعدين يبدي انه طريقه التنصيب. اقول له نيكست، اقول له اكسبت، نيكست نيكست بالكامل، نيكست نيكست انستر. فهسه بالوقت الحالي راح يبدي هاي المرحله يبدي ينصب عندنا. تبع هنا راح يبدي ينصب، ده ينصب جميع الملفات مال البرنامج. ياخذ بعض الوقت طبعا حسب مواصفات الحاسبة، يعني مواصفات الحاسبة اذا كانت عالية فاكيد يعني ما راح ياخذ وقت، من ناحية اذا كان الهارد اس اس دي او يعني رام مالته، المعالجة، البروسيسنج، يعني كل التفاصيل راح تكون مؤثرة. لكن بصورة عامة انه الـ ArcGIS يعني بصورة عامة ما ياخذ ذاك نقول يريد قدرة او قوة بالحاسبة. انا حاسب فئة متوسطة تمام، بس في حالة انه تحتاج انت يعني انه السرعة يعطيك سرعة اداء عالية فممكن انه تنصب على مواصفات عالية. انا حاليا ما وقفت الفيديو، خليته باستمرار حتى تشوفون انه كيف دي نصب بكل خطوات. كل دي يكون ان شاء الله واضح عندكم. حاليا الفيديو انا ما بسرعة، يعني انا طبيعي هذا، انا مواصفات حاسبتي طبعا انا بيها تو يعني نقول تو هارد، عندي هارد اتش دي دي هذا خزن ملفات، والهارد اس اس دي اللي هو الام دوت ساتا هذا خاصة بالويندوز، خاله يعني خاص بالويندوز، بالاضافة انه الرام 16 جيجا كور اي 7 بس مو المعالج مالته من ناحية الالترا 550 جيل الثامن 8550 مواصفات الحاسبة، خالة على ويندوز نصب ويندوز ويندوز 11 ويندوز 11 يعني. هذا البرنامج تشوفوا ده يبدي بس هو بيكثر الملفات حتى يسوي انتجريشن وين ويندوز، لأنه مرات نحتاج هذا الشيء، فنخلي على راحته إنه هو ده ينصب. حتى اختصر الوقت عليكم ممكن اوقف الفيديو وبعدين نستمر ان شاء الله
يتم التنصيب. نكمل وياكم التنصيب ان شاء الله. وصل الله راح يطلع لكم هاي النافذه انه اخر شيء فينش. قلنا فينش ما عندنا مشكله بالموضوع، نضغط هنا من هذا المكان ان شاء الله هم ما عندنا مشكله بالموضوع. وبراها نقول له اوكي، ونحدد انه اوكي ما عندنا مشكله بالموضوع. هاي انتهت. عندنا هسه الاكراك. الاكراك ناخذ هاي الثلاث ملفات نقلهن انه انا احدد كوبي والنوب اروح للسي، وراها بروجرام فايل ار جي اي اس النوب اروح الى الديسكتوب، وراها اروح المن الى بين، وانا اروح الى ملف اللي عندي اني اشتغل به اللي هو البين. وانا وصلت البين اجي هنا اضغط انه بيست، يقول لي تبديل ريبليس، ريبليس عادي، اقول لك كونتينيوس. ولا ما بدل لي هنا عندنا تنص البرنامج، اجي من البرنامج اقدر اعرفه انه من هذا المكان ار جي اس، هذا تنص جديد ان شاء الله راح نبدي انه نشتغل عليه. مجرد افتح هذا اللي هو الارك ماب 10.5 تنصب عندنا البرنامج وان شاء الله كله تمام. اتمنى لكم كل الموفقيه، واتمنى تكون محاضره جيده، وبالتوفيق للمهندسين الاعزاء. تحياتي.